هذا النشاط ديال الخياله كل عام كنحتفلوا به، وبالفضل الرئيس الجامعه وبالفضل السلطه المحليه وبالفضل السيد العامل، وجاونا الفرقات من كل بلاصه، جاونا من جيري، وجاو لينا من الناس، وجاونا من تيسا، وجاونا من تاونان، وجاونا حتى دوك الناس اللي كيضربوا البارود في الارض، راه بهم شي جوج فرقات، وجاونا ناس من تشغروشان، وجاو لينا من عين الشقاف، وجاو لينا من تبويدمان، وجاو لينا من واد جديده، وبالفضل الجمهور جميل، وكنشكروا كاع الناس اللي ساهموا ماديا ومعنويا، كنشكرهم كاع واحد لواحد. وهذا المهرجان خلاونا، هذه الثقافه خلاونا جدوده، حنا كانت نجمعونا غير باش نمثلوا هذه اقليم الحجب. هذه عندنا الاولى ديالنا الدار، هذه كنا طرح صنهاجي، صنهاجي طرح. نعم كان كيمشيو عند جوج سميات، الصنهاجي والطرح، كنمشيو فيها كنقولوا انشيده على سيدنا وعلى لا اي حاجه كنطبعوا. والتاريخ ديال هذه راه حنا ملي خلقنا جدود ديالنا في هذه المهنه وتبعوا والدنا، وحنا باقيين تابعينها في هذه الحرفه هذه. هذا عندنا اصل، كانت عندنا العماله فيها 40 فرقه ولا 50، دابا بقينا فرقه وحده اللي بقات. كنمشيو للمهرجان كلهم اللي كيستدعيونا وكيعيطونا، كنمشيو لاي مهرجان، كنخليو سيدي قاسم، كنخليو فرنسيسا، كنخليو موزار، كنخليو المهم المغرب تقريبا كله. التراث عندنا، انا الوالد ديالي كان مقدم، وانا هاد الناس قدموني باش نكون انا مقدم ديالهم. هذا حليت عينينا في با عنده 80 عام باش مات، كان خلاها جدي وخلاها الوالد ديالو، وانا دابا خلاها لي. الناس طالبوني باش كندير مقدم معاهم، وهذا الشيء عندنا قديم قديم بزاف، ما كنعقلوش عليه حنا. دابا كنطلبوا من الناس المحليه والشرطه وهالناس زعما يعاونونا ووقفوا معنا باش نمشيو ونخليو هالتراث حي، ما خصناش نطلقوا منه. المريد الثقافي ديال الفروسيه اللي كنمشيو له من بلاد لبلاد، وخلاو لنا هادشي جدودنا من جد لجد، وحنايا غاديين مع السي بن ناصر المقدم ديالي والحنين، وكنتمنى الخير للصربه كامله. وياك ولدي وكون